مرحبا بيكي، كيف كنت اخباركم؟ ان شاء الله تكون تمام. رجعت لكم فيديو جديد. اول شيء بكره في كثير فيديو حلو يوم السبت، لانه يعني بكره جمعه، ويا هلا كمان في فيديو ان شاء الله يكون حلو. اليوم خميس يعني بكره جمعه، يعني اليوم شو بده يكون. المهم حطوا لايك وانشروا هذا الفيديو مع كل اصدقائكم، بس الجيم عشان يوصلكم كل جديد نزله. اول شيء انا هي الطبقه هيك فكره الفيديو، اسمع هدول الطبقتين اللي هي الطبقه حطيتهم كلهم على التخمه عشان افرجيكم اياهم، كمان مشان نرتبهم سوا، وبعدين دول هي الطبقه. اوكي دن 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 دن. اوكي، اول شيء انا بحط الاشياء بحسها انه مهمه، انه مو مهمه بس بحطها فوق باول طابق. رح افرجيكم اياها. انا واختي كنا نجيب كثير من هدول الاشياء، بس هلا ما عاد استخدمتهم. بنجيب كل يوم، بنجيب هيك على شكل بيت، كنا نقعد نلولهم بالماء ونعمل اشكال فيهم. هيك يعني احنا النشاطات او هيك الاشياء اللي كنا نتسلى فيها خميس وجمعه وباقي الايام اللي بكون دائما خلينا نحطهم كلهم فوق. اما تاني شغله هيك بتخص الدراسه، انه دفاتر، اشياء للدراسه، اقلام، الاشياء اللي بيبي وما بستخدمهم. هلا افرجيكم كل شيء. كمان عندي هاي العلبه، هاي بتذكر من زمان سويت لكم فيديو شو بقلبها، يعني هلا بعد حفرجيكم بسرعه اللي مو شايف الفيديو. هيك انا على العلبه كثير انه بحب انه بقلبها كثير اشياء. اول شيء بقلبها هي بنسل كيس، كمان بقلبها هاد الكريم، يا انا كثير هذا بحبه، كل ما يجي على بالي احطه بطلع بجيبه وبحطه. انا هي شو هي، يعني هلا انا هي حطيتها بس بعدين. عندي هون كرايونز، لا او لا بيرسموا على الوجه. انا هدول الي زمان حاطتهم، هنا ضوافير او نيلز، يعني هون كمان في نيل. انا صراحة هاي كتير بحبها العلبة، ما بعرف. وكمان عندي هاي، فهمكن شو هاي. انا مسجلة بنادي سباحة تقريبا ضليت 7 شهور او 6 شهور هيك شيء، ولما فزت او اعطوني ميدالية، بس الميدالية مخبيتها ما بعرف وين، انسيت. المهم كمان هاي الشهادة، يا ماري غريب. اوكي ليفل 1 يعني هي تبعيت الصغار، وليفل 2 يلي مبتدئين، وليفل 3 واللي هو يعني انه بعد مبتدئين صاروا كويسين، وليفل 4 هن احسن احسن شيء، خلص انه تعلموا، خلص تمكن شو تمكن اتقنوا فيها وخلص. انا ليفل 4. وكمان عندي ماركر، يعني انا بعبي كتير ماركرات، لانه اذا خلصوا هدوليك بطلع هدول. لسه عندي وحده ثانيه من هدول، لسه عندي 4 عم بستخدمهم للبورد. وعندي كمان هدول البنسل كيس، لخبطت انا، اخذت لي عقلي هذيك المقلميه. هدول عندي البنسل، انا كتير بحب هالنوع من البنسل، هدول كثير حسن كويسين، ما بعرف بس اصلا انا ما بكتب فيهم، بس انا بعطي اختي، باخذ انا اوقات بلكي احتجت، بس لهنا بالسكول تبعي بنكتب بالحبر. وكمان حاطه لا احلى شيء سبيكر تبعي، اذا اجوا رفقاتي، يا اذا انا كان داير اخري، وهيك حلوه انه فيني اخذها معي لاي مكان. ان شاء الله بكره حيكون فيديو كتير حلو، وبلكي تشوفوها معي، ممكن بكره اخذها، لانه بكره الفيديو حيكون فلوج. اوكي هلا خلينا نقوم نركز، صح احسن. اوكي سوري، اول شيء هلا رح نسوي هي
ما بعرف إذا كتير واضح عليكم بس I'm sorry. أوكي هلأ رح نجيب الأغراض. أوكي هون باريس. الفيديو طول اوكي انا عم شوف الفيديو صار 40 دقيقه اليوتيوبر عم بيسوون و30 دقيقه خلص صار عندي انه اوكي 11 دقيقه و20 دقيقه ممكن انا اسفه بس ممكن ما تقدروا كثير تشوفوا الطابق بس لحتى خلصوا هذا اما هذا هذا واللي هو مهم لانه فيه كثير اشياء لازم افرجيكم اياها بقى بدي احاول احط هذاك كثير بسرعه او افرجيكم هذا يلا اول شيء هون عندي انا هي المقلميه كثير بحب هيك عليها برا حاطه بقلبها بس هدول انه ما عاد استخدمها انا جبت علبه جديده حاطه هدول الالوان المائيه حاطه بالبرش تبعهم عندي هاي هلا بدي رتبها كلهم عندي فيها اللي الاقلام سوري اذا جل مهم هون عندي دفاتري المهمة هذا جديد بركي خلص واحد هذا مثل انه هيك صغير الدفتر هون هاد دفتر الرسم بس بدي اجيب اكبر عندي واحد ثاني وهذا دفتري وهذا دفتري كان شغله كثير حلوه وعندي كمان هاد اللي انا عم بقراه او وصلت فيه صفحه 73 واللي هو Diary of a Wimpy Kid عن جد كثير صح حلوه بس يعني بالانجلش اللي بحبها يروح يجيبها من جرير او من المكتبات انجلش يلي بحب الانجلش زي او مثل اوكي بجيكم شغلة هي لأختي بجيكم اياها لأنه كتير انا عشان اسوي هيك من المدرسة حكايتها سووا هاد الشيء اوكي هاد دفتر اوكي عادي اول صفحة نفرجيكم سوا حنشوف اول صفحة فيها هيك ثاني صفحة فيها شين او حرف الشين انا قاعدة اذا شافت هاد الفيديو هون فيها كار او سيارة يعني وسين يعني السيارة هون عاملين مثل flowers اوكي بس عندهم يعني زهرة هون حرف الزهر زين زين هاي هذا انا كتير عجبني ما بعرف انه ريش حرف الراء هيك كتير حلو هون درة بس انا بقول درة مو بقول درة هون عنا ديك حلو كتير عفكرة وعنا هون شهاد حق واو جيم يا درة صغيرة واو كيف سوون بس توب ثوب عفوا هون كتير حلوين اللمسة حتى تا هون برتقال هون أرنب كتير حلوة هيك الصراحة ويا هو ما في شي ما بعرف ليه انت حاطته عندي بس اوكي عليكم هنودة شو عندها هي الطبقة تبعيتها اليوم حننهي الفيديو فيه اوكي ما بعرف شو هاي بس انه يوم وكمان انا عندي ما بعرف ليه جبتهم بس انه اوكي هذا الدفتر تبع الرسم تبعي السنه الماضيه او من سنتين يعني ابدا هلا رسمي صار احلى بكثير يا يا حفرجيكم يا هيك عن حجمه هيك اللي بنحتاجه اوكي لا تضحكوا بس
أرفقا. هذا اسمه الفنون الإسلامية الدرس. ما رح تفهم بعد. وهون رسم لازم نرسم طبيعة. بعرف إنه أعرف من هذا. هون هون وهون لن تضبطوا معنا. باقي شكل هدول الصفحات حكمل بالرسم. سبق كتير صفحات حكمل رسم عليهم. انا كتير عندي دفاتر كانسون كتير بس شوي كانسون. اوكي حفرجيكم هذا كتير بحبه. هلا كنت عم فكر عم طلع عليه بدي اروح اكمل فيه واساوي كتير بحب اساوي فيه وهيك اشتغل فيه. ما بعرف هجيك عن شوهات بس هاد الهند معه قلم بتلون فيه كل الألوان يعني سحري. وين تبعي أنا؟ يمكن أنا كنت بدلنا أو بدلنا بالغلط. أوكي هلأ بظن حنجي هذا الفيديو. شوفكم بالفيديو الجاي إن شاء الله واللي هو بكرة. شغله؟ واحد 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 اثنين.